دابا هاد الرياضه هي الحب ديالي مور الله سبحانه وتعالى وليداتي الحمد لله. فهمتيني كنبغي هاد الرياضه زعما بواحد الطريقه ما نقدرش نقول لك عندي جمار شهريان فهمتيني كنعرف شنو هي كره كنت صنت الناس كره ما دير والو فهمتيني ما عمرك ما دير شي حاجه والحياه ما عطاتنيش شي اختيار اخر زعما ماشي في يدي شي ما كنعرفش ندير القبص ولا التريسيان يعني. ما كنعرف حتى حاجه كنعرف الدانس كيفاش هاد معامل كيفاش تحبس بصح هي كاين الناس اللي كيهضروا كاين الناس اللي كيحبوك كيحترموا اللي كيهضروا ما كاينش حبس ما عرفتش حبس ما عرفتش كاع كي كتكتب إذا كانت هذه آخر كلمات الأسطورة بدر هاري قبل نزاله الأخير، وكأن لسان حاله يتحدث عن وضعه الحالي تماما. بدر حقق إنجازات كبيرة وكثيرة ولا زال يحقق. نحن كجماهير للقتال محظوظون جدا أننا لازلنا نشاهد على الساحة لحد اليوم. حوارنا معه كان ملهما للغاية، سواء لي أو لكم كما ستشاهدون. حوار ممتع فتح فيه بدر هاري قلبه لجماهيره، تحدث بكل عفوية وصراحة. لن أطيل عليكم لأن الحوار مشوق جدا. قبل ذلك تقديرا لمجهوداتنا، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع، ضروري جدا لينتشر بشكل أكبر. بدر هاري. السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين. اليوم أنا في واحد الحلقة اللي كنت كنحلم بها من شحال هادي. أنا كنت كنتسناها، كنت كنقول فوقاش، وحتى أنتم ديما السؤال اللي كيجي هو فوقاش غادي دير انترفيو مع بدر هاري. الحمد لله الحلم تحقق واليوم معايا بدر هاري. خويا بدر مرحبا بك. الله يحفظك. بدر يعني نقدر نقول التاريخ او الجغرافيا ديال الكيك بوكسين كامل، يعني انا بالنسبه ليا كرأي شخصي او هذه الحقيقه يعني احسن وزن ثقيل لرياضه الكيك بوكسين داز في التاريخ. بدر غادي نسولك على اخر الاستعدادات ديالك اللي هنا تبارك الله بدر كيستعد في المغرب، ماشي في هولندا، بدر كاين في المغرب وكيستعد في المغرب ان شاء الله النزال ديالو ضد اركاديوس جوسيك. بدر كيف كانت الاستعدادات في المغرب؟ مزيان الحمد لله، كلشي داز مزيان، بريباراسيون مزيان. جبنا معنا الفرقه كامله من هولندا، الدراري كاملين اللي كندير معهم سبارين ولونترينور الحمد لله كلشي جا معنا و اس بي جي سعيد البداوي وكلشي داز مزيان والله العظيم. الحمد لله الجو مزيان، الماكله مزيانه، البلاد ريحه جدودنا كلشي هنايا. وهذه ماشي اول مره، يعني انت مؤخرا وليتي كتوجد في المغرب. العوامات الاخرين كاملين هذه شي 6 ولا 7 سنين الاخر كنوجد، ولكن دابا اول مره غادي نوجد مع سعيد. اول مره زعما كنبريباريو لهذا الماتش كنحس راسي مزيان الحمد لله والله العظيم. الحمد لله مرتاح واجد صحيحه ما اللهم لك الحمد. وهذه القضيه اللي كيسولوا عليها بزاف ديال الناس هي الانتقال ديالك لعند سعيد البداوي في اس بي جيم. شنو العلاقه ديالك مع سعيد؟ شنو الحاجه اللي خلاتك تريني مع سعيد؟ لا واحد الوقيته ملي كنت في مايك جيم شي مرات ملي كطول مع شي لونتينور انا ومايك دابا تقريبا 15 عام وانا وياه عندنا هاد العلاقة بين مدرب و كيقول العربية و اتليت فهمتيني، ولكن الحقيقة ما شي مرات داكشي كيبرد بصح فهمتيني، ما كيبقاش واحد الحماس، كل واحد كيولي كونفورتابل فهمتيني. مدة وانت كترينيو بيناتكم واحد كيولي مرتاح، ما كتبقاش واحد العافية شعلة بيناتكم، داكشي اللي طرا. ابري ملي جيت نفكر قلت خصني نشونجي مورا الماتش الاخر اللي خسرت، ما عرفت لا ما شونجيش دابا فهمتيني، خصها شي حاجه تبدل في الفرقه ديالي. ابري ملي تفارقت مع مايك خدمت مع سعيد هذه شي 3 سنين اللي فاتت واحد الشوي واحد الوقت قصير، ورجعنا هضرنا تكلمنا لقينا راسنا كنشوفوا اتجاه واحد يعني الحمد لله داكشي اللي كنتي كتقلب عليه لقيتيه مع سعيد البداوي. وي لونترينور عمر هضر، انسان عمر هضر ماشي غير لونتر، انسانيه كتلعب دور كبير فهمتيني، حيت ملي كتكون كتريني مع شي واحد راه شي مرات حنا دابا في المغرب 24 ل 24 ساعه وانت بصح واحد بصح خصك ماشي غير لونتري ما ترتاح لي لونتري، راه غير 3 4 سوايع في النهار بصح، ولكن راه نهار طويل خصك تكون انت نفسيا كترتاح لشي واحد وكتكون تقدر تهضر معاه وتتفاهموا زعما تكون عقليه واحده. والعقليه ديالنا هي بغينا نكونوا جلوري تشامبيون ان شاء الله عاوتاني ان شاء الله، هذا هو الهدف باذن الله تعالى، هذا هو الهدف وان شاء الله غادي نوصلوا ليه باذن الله. يعني التخطيط ديال بدر هاري هو الحزام ديال الوزن الثقيل ديال جلوري
هذا علاش كنلعب فهمتيني، هذا هو علاش كنلعب، ما كاينش شي حاجه اخرى فهمتيني. فلوس درنا شحال هذه الحمد لله ربحنا كل واحد الهدف هو لا كتلعب هذه الكومبا لا كتلعب هذه الرياضه راه خصك فيتش تولي بطل. اللي كيلعب الكره كيقول لي كيوري يقول لي يربح لي كوب دي موند بصح ولا تشامبيونز ليغ، ولا اللي كيلعب الباسكتبول كيبغي يربح ان بي اي فاينلز فهمتيني بصح. كيفاش كتشوف الكثره ديال الابطال المغاربه مؤخرا، والحاجه الوحيده اللي كتجمع بيناتهم وانهم ديما ملي كيجيو يتسولوا شنو الحاجه اللي خلاتهم يبداو هذه الرياضه ديما كتسمع بدر هاري، يعني شنو الاحساس ديالك وانت كتشوف راسك ان بزاف ديال الناس كيوليو ابطال، بزاف ديال الناس كتكون عندهم موتيفاسيون يديروا شي حاجه، بحال مثلا كنقول الاخبار يعني بعيد على الابطال يعني مهتم بالابطال مازال ما كنلعبش، ولكن رغم ذلك عطيتيني موتيفاسيون في واحد الحاجه اخرى، يعني كيفاش كتشوف راسك وانت قدوه يعني لهاد الشباب كاملين اللي منهم انا بطبيعه الحال. وي اي ام براود، انا فخور فهمتيني بزاف ماشي غير شويه فهمتيني. كيكون واحد غادي في الطريق كيكون اللي غادي في الطريق على وداك ولا فهمتيني، واحد كيشونجي العقليه ديالو ولا فهمتيني كيلقى فيك الموتيفاسيون باش يدير شي حوايج اللي هو ما عمره ما كان كيتمناهم. واحد خصو يكون فخور، حيت هادشي معطي هادشي من عند الله فهمتيني. الحمد لله حنا غير سبب فهمتيني، ولكن الحمد لله بصح. وكما لاحظنا مؤخرا في المعسكر التدريبي يعني كاين ابطال من الكيك بوكسين او الفنون القتاليه المختلطه، ولينا كنشوف واحد التجمع ديال الابطال المغاربه بزاف، يعني ابو بكر زعيتر، عثمان زعيتر، حميشه، يعني الدراري بزاف. ولاحظت انه مثلا حميشه مثلا او يعني كيسمع النصائح ديالك، حيت انا كتنصحو يعني كتعطيهم واحد الموتيفاسيون يعني بلا ما تحتاج انك تعطي حتى النصائح، ولكن داك الحضور ديالك يعني ما شاء الله كيكون قوي. يعني بغيت نقول لك واحد الحاجه، ان البدر هاري في المغرب رمز من رموز الرياضه، يعني كيفاش كتكون ديك المسؤوليه عندك وانت غادي تلعب شي كومبا، وكتعرف بدر ملي كيلعب شي كومبا راه ماشي بوحدو كيلعب، المغرب كامل كيتهز بحال لاعب المنتخب. بدر هاري تقريبا هو المنتخب، يعني نفس الفرجه وراني منتخب نيت وكل واحد اللي كاز الدرابو ديال المغرب راه منتخب فهمتيني. الدراري هادو لهنايا ابو بكر، عثمان، حميشه، وزيد الياس بولعيد، واكثر وتا اللي ما كنعرفش اللي كنعرف انا خصهم. دابا هاد الرياضه هي الحب ديالي نور الله سبحانه وتعالى وليداتي الحمد لله فهمتيني. كنبغي هاد الرياضه زعما بواحد الطريقه ما نقدرش نقول لك، ملي كتشوف شي واحد كيخدم ما تقدرش تشوفو كيدير شي اغلاط وما تصحوش، ولا تحاول كيدير شي حوايج مزيانين ولكن يقدر يديرهم احسن فهمتيني. عاوتاني الاكسبيريونس مده طويله وهادشي اللي عطاني الله فهمتيني. كتبغي داكشي اللي حنا كنعرفوه كتبغي تقسمو مع ولاد البلاد فهمتيني، تبغي تزيد توريهم حتى باش هما يوليو احسن من ضروري فهمتيني. واحد انا ما كان انا ملي كنشوف شي واحد ما كيقول لي بدر كنبغي نولي فحالك، كنقول لي بغيت تولي ولا بغيتي تولي فحالي راه ما درتي والو وحسن مني ان شاء الله فهمتيني. فحالي راه انا ما نبغيش واحد يقول لك الله نبغي نكون فحالك، لا صافي يكون اكثر مني عاد نفرح انا حتى نجلس شي نهار ونتفرج نلقى شي واحد فايتني ب عاد نفرح كنقول واه فهمتيني. انا ادروج هذوك اللي جايين من المورا ان شاء الله فهمتيني، انا غير الدروج باش يزيدوا. كل البدايه الحمد لله كانت معاك، ومتاكد ان شاء الله مازال يجيو العديد من الابطال باذن الله. والحاجه اللي بغيت نسولك عليها هي ديك من كتجيك الموتيفاسيون ديال انك رغم انك ما وصلتي ليه، ولكن كنشوفوا بادر واخا المره اللي فاتت مثلا بزاف ديال الناس هضروا، ولكن رغم ذلك ما ديتها حتى شي واحد، يعني رجعتي لاصال. راه صعيب ان الانسان يلتزم بداك لونطريمون كل نهار، يعني راه شي حاجه الناس ما فاهمينش، ولكن راه شي حاجه صعيبه ديال بصح انك كل نهار عندك داك الهدف في راسك وكتريني كل نهار والحمد لله طورت فيه بزاف. من كتجيك ديك الموتيفاسيون رغم انه الحياه ديالك كما قلتي شحال من مره يعني بزاف د الحوايج كيوقعوا لك في حياتك، ولكن رغم ذلك عندك التركيز على انك تطور من راسك ديما. حيت ما عنديش مارشاريان فهمتيني كنعرف شنو هي كنت صنت الناس كون راه ما دير والو فهمتيني، ما عمرك ما دير شي حاجه. نصيحه للناس اللي في نفس الوضعيه ديالك، يعني اللي عانى من نفس الوضعيه ديالك باش تنصحو انه يقدر راسك خصو يكون قاصع. راسك خصو يكون قاصع حيت هادشي اللي كيبغي الرياضه فهمتي، واحد يكون راسو قاصع حيت يثق في النفس ديالو فهمتيني، ولا عندك شي هدف ما تخليش بنادم يخرجك من الطريق فهمتيني.
بصح هادي ما بصح والحياه ما عطاتنيش شي اختيار اخر دابا ماشي في يدي شي ما كنعرفش ندير القبص ولا التريسيان ولا ما كنعرف حتى حاجه كنعرف الدابس ملي ما كيكون عندك اختيار كتعرف طريق وحده فهمتيني واخا واحد يبغي يحيدك ولكن شنو نمشي ندير داكشي اللي كاين الله عطاك واحد الطالونت هذه هي الطريق ديالك فهمتيني صافي ما عندكش هذه هي الموهبه ديالك صافي رساله اخيره للناس اللي كيبغيو بدراري وكما كنعرفوا حنا الجمهور ديال بدراري ماشي بحال اي جمهور بدر ارمي واحد الناس اللي مجانين يعني كيديروا شي حوايج على بدر من القلب ممكن اي حاجه هذيك النفس اللي فيك فيهم بحال اللي كتصيفط عليهم بواحد الطريقه يمكن هما كيصيفطوا عليا ممكن بالمقلوب وانا من بينهم انت شتي انت كتصيفط عليا انت اللي كتشعل فيا النار نو ملي كتشوف هاد الناس كاملين كيحبوك لله حيت هادشي اللي كاين كتشوف هاد الناس كاملين كاين واحد كيجي مسكين كيجي من البعيد شوف منك انت منين جيتي شاد سبعين ديال الطريق الصحراء يعني كاين بنادم مسكين كيجمع فليساتو باش يخلص يدي مع وليداتو يتفرج فيك كاين واحد مسكين اللي كيخلي الخدمه يجي عندك كاين مسكين اللي مريض كيخلي فراشو يجي يطل هذا هذيك كيفاش معامل كيفاش تحبس بصح كاين الناس اللي كيهضروا ولكن الناس اللي كيحبوك اكثر من الناس اللي كيهضروا وزعما ما تخليش هذوك يربحوا هذوك اللي كيبغيوك فهمتيني هذوك هما الموتيفاسيون فهمتيني والديك والوطن فهمتيني وسيدنا الله ينصرو فهمتيني عارف نوف ما كاينش حبس ما عرفتش حبس ما عرفتش كاع كي كتكتب كان معايا بدر هاري نهار كبير هذا عزك. شكرا بزاف تحيه لجميع المتابعين بدر كان معنا حلما بالاحلام كيتحقق واكيد الحمد لله انني قدرت يعني رغم ذلك انه يتوفر هذا الطلب وبدر هاري الحمد لله بكل تواضع قبل الطلب وانسان اكثر من رائع انسان اكثر من رائع التواضع بطل بكل ما تحمله الكلمه من معنى وكنتمنى له كل التوفيق سواء في حياته الرياضيه او في حياته الشخصيه خويا بدر الله يحفظك شكرا الله يعزك السلام عليكم الله يعاونك